بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي مع الجزء الثاني من حل قطع نحوية شاملة من كتابنا كتاب الامتحان. نبدأ في القطع رقم 6 صفحة 259. نقول إن تنمية المواهب الخلاقة والمبدعة هي الهدف الأسمى لأي نظام تعليمي. طبعا تنمية اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة، المواهب مضاف إليه، الخلاقة نعت مجرور، المبدعة اسم معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة، هي الهدف، الهدف خبر مرفوع علامة رفع الضمة، الأسمى نعت مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، لأي نظام، نظام مضاف إليه، تعليمي نعت مجرور، الاسم بعد أي يعرب مضاف إليه، تعليمي نعت مجرور. والمبدعون، خلاص اتفقنا ان الواو هنا اسمها واو استئنافية، والمبدعون مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لانه جمع مذكر سالم، ركائز خبر اساسية نعت مجتمع مضاف اليه، ناهض نعت مجرور، فلا نهضة مرجوة بغير ابداع، فيا طالب، يا طالب منادى مبنى على الضم في محل نصب، طبعا نكرة مقصودة، افتح فعل امر مبنى على السكون، قلبك مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، المفيد نعت مجرور وعلامة جر الكسرة، وتلمس خطوات، خطوات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، خطوات المبدعين، المبدعين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم، واستغل فعل أمر، أنت الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، طاقتك مفعول إيه؟ مفعول به، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، المتجددة نعت مجرور. في الارتقاء بشأن الوطن، فيا حبذا الوطن ارتقاء، ارتقاء تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتح. تخرج من الفقرة اسم فاعل من فعل ثلاثي، طبعا يكون على وزن فاعل أو فاعل، عندي ناهض الفعل بتاعه نهضة، اسم مفعول من فعل ثلاثي مرجوة، مبالغة صيغة مبالغة عندي الخلاقة وزنها الفعالة، اسم تفضيل الأسماء. كان النقط بما هو مطلوب بين القوسين المدرسة، وعايزين نقط الطلاب، ضع اسم كم من الفعل قرة، طبعا قرة يبقى مقر المدرسة، مقر طبعا مشددة الطلاب، المساء مأوى، مأوى الطيور إلى أعشاشها، مفعال وزن مشترك بين اسم الآلة وصيغة المبالغة، من الفعل ذاع صوغ اسم آلة في جملة وصيغة مبالغة في جملة، هنقول كده اهو، استمعت إلى الأغنية من المزياع، المؤمن مزياع للخير. ها قال تعالى قال وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، اسم الفاعل فعل الثلاثي، اسم الفاعل فعل ثلاثي في الآية السابقة، طبعا أعمى لا بصير، الصالحات طبعا الفعل بتاعها صالحة، يبقى الصالحات فعله صالحة. قطع رقم 7 بقول مصر دولة محروسة من الله وهبها الله موقعا جميلا، دولة خبر محروسة نعت من الله جر مجرور، وهبها، وهب فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، الله اسم الجلالة فاعل، موقعا مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتحة جميلا نعت، تجذب فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم، انتباه أكثر انتباه كل زائر يعيش أهلها متعاونين، حال منصوب علامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهي أكثر البلاد ازدحاما، تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، بالسكان وكثرة السائحين، السائحين مضاف إليه، مضاف إليه مجرور علامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم، فيها مقياس لجماله، فنعم عملا، طبعا عملا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، الحفاظ يا إما مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ
محذوف تقديره هو. كلمة تجذب تعرف فعلا مضارعا مرفوعا متعاونين حال منصوب علامة نصب الياء ازدحاما تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة الحفاظ مبتدأ مؤخر. اسم آله واذكر فعله، طبعا مقياس الفعل بتاعه قاسى. اسم مفعول واذكر فعله، عندي محروسة الفعل بتاعها حوريسة، نجيب الفعل مبني للمجهول. اسم مكان موقعا وزنه مفعيلا، مبالغة وزنها طبعا خلابة وزنها فعالة. تهتم مصر بالتعليم، عبر عن مضمون الجملة السابقة بأسلوب التفضيل، هنقول مصر أكثر اهتماما بالتعليم. المعلم يبني مستقبل الأمة، عندما نصوغ من الفعل الذي تحته خط اسم فاعل يصبح المعلم بان. طبعا هنا بان اسم نكرة منقوص، جاء مرفوعا فيحذف حرف العلة ويعوض عنه بالتنوين، التنوين اسمه تنوين العوض وليس علامة رفع. ونقول بان خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة لأنه اسم منقوص. اللهم وفق أبناءنا الأبرار لترسو بهم في مواني رحمتك سفاء الأمل. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم عوض عن حرف نداء المحذوف. أبناءنا مفعول به، الأبرار نعت مرفوع علامة رفع الضمة. لترسو سفاء، سفاء فاعل، من اللي هترسو سفاء يبقى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة في مواني رحمتك. وتضيء أمامهم منارات، وتضيء هي منارات، منارات مفعول مفعول به. اليقين ويحقق أهدافهم المستقر عليها، فنعمتك يا رب أعظم نعمة. طبعا أعظم نعمة، نعمة هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، لأننا هنا مش هينفع نقول فنعمتك يا رب نعمة. هنا طبعا هو يقول لك اذا كان من جنس، اذا كان الاسم بعد اسم التفضيل اللي هو المفضل عليه من جنس المفضل يعرب الثاني مضاف اليه. واجعل الجنة مثواهم ايها الابناء لا تتكاسلوا، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لانه فعل من الافعال الخمسة. وسيروا فعل امر مبني على حذف النون، سيروا هنا بقى فعل امر مبني على حذف النون. على طريق البشير لتكونوا على موعد مع السعادة، السعادة طبعا مضاف إليه. استخرج من الفقرة اسم مفعول، طبعا المستقر وزنه المستفعل. اسم تفضيل واذكر مؤنثه، طبعا أعظم المؤنث بتاعه عظمى، أدنى دنيا، أصغر صغرى، أعلى عليا. اسم فاعل وأعربه الأبرار، طبعا جمع بار، وطبعا نعت منصوب علامة نصب الفتحة. اسم مكان مثواهم الفعل بالماضي بتاعها سوا. اسم زمان وسبب مجيئه على هذا الوزن موعد، جاء على وزن مفعل لأنه فعله معتل الأول في الماضي. المثال الواوي، يأتي اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل. صيغة مبالغة وبين دلالتها، طبعا هنقول صيغة المبالغة البشير، طبعا تدل على كسرة البشر. لما أقول لك الدلالة دايما اسم صيغة المبالغة، دايما صيغة المبالغة تدل على الكسرة. أجب بما هو مطلوب، كيف تكشف معجمك عن منارات في نورة،
نون واو راء، هنقول كده اهو باب النون مع الواو والراء. ده صوغ اسم التفضيل، التفضيل من لا يكذب، المؤمن أجدر ألا يكذب، المؤمن أجدر ألا يكذب. اسم الآلة المشتق له وزن قديم، طبعا ثلاجة حديث وزنها فعالة، حاسوب فعول حديث، السكين ده جامد يبقى المكيال. رقم 9 صفحة 261 بيقول أيها الإنسان العاقل إن الأخلاق نعمة تفوق الذهب. طبعا أيو منادى مبنى على الضم في محل نصب، الإنسان بدل، وطبعا لو عملتها نعت بتنحسب لك صح، بس طبعا عشان الإنسان اسم جامد، يعني جامد يعني ليس له فعل، ليس مشتقا على وزن فاعل أو مفعول، فيعرب إيه؟ يعرب بدل. أما إذا كان الاسم بعد أيها اسم مشتق، يعني مثلا زي كلمة الطالب اسم فاعل، أو زي المظلوم اسم مفعول، فيعرب ايه؟ يعرب نعت. العاقل نعت مرفوع علامه رفع الضمه. ان الاخلاق نعمه، نعمه خبر، ان خبر، ان مرفوع علامه رفع الضمه، تفوق الذهب. فالاخلاق طبعا الاخلاق مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه. الفاضله بناءه لمجتمع مفيد، مفيد عمله لكل انسان. فحبذا استثمار، استثمار مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. العقل مضاف إليه في العمل المعروفة أصوله إلى للوصول للدخول إلى أرقى المجتمعات، المجتمعات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. استخرج من عبارة فعل اسم فعل غير الثلاثي، طبعا مفيد الفعل بتاعه أفاد، طبعا غير الفعل الثلاثي عندي العاقل. اسم مفعول لفعل ثلاثي واذكر، واذكر فعله طبعا المعروف، وهنقول الفعل بتاعه عرف. صيغة مبالغة وزنها بناءة وزنها فعالة، بناءة وزنها فعالة. اسم التفضيل واذكر فعله طبعا أرقى، لما نحب نجيب الفعل من اسم التفضيل بنحذف الهمزة يبقى الفعل رقيا. اسم مكان مجتمع الفعل بتاعه اجتمع. فعل للمدح واذكر فاعله، طبعا فعل المدح حبة وفاعله ذا، اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. تعود الطيور إلى أعشاشها عندما تغرب الشمس، استبدل بكل فعل في الجملة اسم زمان أو اسم مكان، يبقى أنا نقول معاد الطيور إلى أعشاشها عند مغرب الشمس. طبعا عادة تعود الماضي بتاعها عادة، يبقى معاد، ما ينفعش نقول موعد، لأن موعد ده الفعل بتاع إيه؟ بتاع وعد. هات اسم الآلة من الأفعال الآتية: حرث، طبعا محراس، قبض، مقبض على وزن مفعل، غسل، غسالة. الله نقط على عمل اسم الفاعل المناسب، هنقول الله، يعني عايزين اسم الفاعل. طب لو قال لي شهيد يبقى صيغه، صيغه عايز اسم الفاعل يبقى شاهد، الله شاهد على عملي. لو قال لي صيغه مبالغه يبقى ايه؟ شهيد. رقم 10 صفحه 262 المصريون يسعون جادين للنهوض باقتصادهم. المصريون مبتدا مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم، يسعون فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. جدين حال منصوب علامة نصبه الياء. لكي يلحقوا، يلحقوا فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة فاعل بركب اسم مجرور. الدول، الدول مضاف إليه المتقدمة نعت مجرور، نعت مجرور. جميع في المجالات جميعها، جميعها توكيد معنوي مجرور علامه، طبعا جميع توكيد معنوي مجرور علامه جر الكسره، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. ولن تصل الى اقتصاد قوي الا اذا اعدت البرامج، البرامج نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. نية على العلم، ولتفقد اللقاء
الاقتصادي بمنتجع شرم الشيخ، فنعم ما تصب إليه. طبعا ما اسم موصول مبني، اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. بلادنا تطوير، تطوير مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. يبقى أنا هنقول مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره أو مرفوع علامة رفع الضم. اقتصادنا لتصبح مصر أسمى مكانة، تمييز ملحوظ منصوب علامة نصبه الفتح. استخرج من الفقرة اسم تفضيل واذكر المفضل. طبعا اسم التفضيل أسمى المفضل مصر، اسم كان من غير الثلاث، وبين طريقة صياغته منتجع. طبعا نأتي بالمضارع ونبدل حرف المضارع ميم مضموما ونفتح ما قبل الآخر. اسم مفعول من فعل ثلاثي المبنية، الفعل بتاعها بونية. طبعا الفعل ده معتل الايه الاخر، نقول بنى مبني، نهى منهي، رضى مرضي، صيغة مبالغة قوية على وزن فعيل. طبعا قوي وذكي وغبي وشقي وتقي، كل دي على وزن فعيل. عندي اسم فاعل من فعل ثلاثي وزنه وبين فعله جادين فاعلين، وفعله جدا. طبعا فعله فعل، اي فعل مضاعف ثلاثي على وزن فعل. عندي بعد كده اضاء، هات من الفعل السابق اسم فاعل مره واسم مفعول مره. يبقى اضاء هنقول الحجره مضيئه، والتاني الحجرة مضاءة بالمصابيح. هنقول الشمس مضيئة الكون، ما المصباح ايه المصباح مضاء، يبقى احنا جبناها كده الحجرة مضاءة. صوب الخطأ، هذه الوردة احمر وردة اي اشد حمرة من غيرها. كل ما يلي اسم آلة مشتق وله وزن قديم ما عدا طبعا مصعد مفعل، مكواة مفعله، مقياس مفعال، ما عدا قدوم. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في الجزء الثالث إن شاء الله.